انا شايف اكتر من سؤال جايني، جاي بصفحة من الاهرام بتاعت النهاردة، كاتب رجاء تعليق قداستكم على ما نشر في اخبار اليوم، ان في الصفحة الاولى القضاء الاداري يلزم الكنيسة بالزواج مرة اخرى للمسيحي المطلق بحكم محكمة، وبعدين في صفحة 14 ارسلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، ارسلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا يقضي بإلزام الكنيسة المصرية منح الترخيص للمسيح المطلق بحكم محكمة بالزواج مرة أخرى. أنا عايز أطمن صاحب السؤال وأقول له الآتي: لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تلزم الكنيسة لا يستطيع أحد أن يلزم الكنيسة بأي شيء ضد تعليم الإنجيل ولا بأي شيء ضد ضمير الكنيسة، ولا يمكن أن الكنيسة هتوافق على التزويج المطلق إلا بناء على تعليم الإنجيل مهما كانت هناك أحكام من المحاكم. أتذكر بهذه المناسبة قصيدة كنت قد قلتها سنة 46، يعني من قيمة 60 سنة، بخصوص الأحوال الشخصية، ونشر بعض منها في مجلة مدارس الأحد في أبريل 47، يعني بعدها بكم شهر. قلت فيها: ضاع منا كل شيء، لم يعد شيء لنا غير إنجيل يسوع، فهو باق عندنا، هو باق ما بقينا، وهو باق بعدنا، كل حرف فيه أغلى عندنا من روحنا، إنما الموت هو التفريط في إنجيلنا، إنما الموت هو التطليق من غير غير زنا، إنما الموت هو التطليق من غير زنا، إنه موت إذا أنسيت ما قد قيل عنك، إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك. أي كاهن في الكنيسة الأرضية هيزوج حد بدون تصريح مننا من المجلس الإكليريكي وبدون التأكد من أن الزواج الثاني يوافق تعليم الإنجيل، هذا الكاهن أنا هشلحه مهما كانت رتبته.
ومعانا هنا من المجلس الإفريقي نيافة الأنبابولة وأبونا سيرجيوس، اعتبروا كلامي ده أمر ليكم.